بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق.
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.